السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده بإذن الله فيديو جديد، والفيديو دوت هنوريك النتائج بتاعة الأرباح اللي احنا عملناها من طريقة التداول اللي احنا شرحناها معاكم من 6 شهور، يعني دي نتائج بعد مرور 6 شهور. في خلال ال6 شهور ديت يا جماعة احنا كسبنا حوالي 50% أو 60% من رأس المال بتاعنا لما تداولنا بيه. كل سنة وانتم طيبين. صحيح احنا في رمضان يا جماعة، وده قرآن أذان الفجر بإذن الله لأنه قرب يأذن. نكمل تاني يا جماعة، زي ما قلت لكم احنا كسبنا 50% أو 60%، وده من تداول شخصي بقى، ولا بوت تداول ولا المواقع بتاعت الاستثمار النصابة ولا أي حاجة من الكلام ده. إحنا شخصيا بنتداول على المنصة المشهورة وهي منصة باينانس، وحققنا الربح اللي قلت لكم عليه دوت بنفسنا من غير ما حد يضحك علينا في حاجة، ومن غير ما حد ياخد فلوسنا أو أي شيء من الكلام ده. الفيديو دوت اللي أنا بقول لك عليه لازم تشوفه الأول عشان تفهم أنا بتكلم على إيه، وبعد كده تيجي تكمل معايا الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو اللي ظاهر قدامك دوت يا جماعة بيظهر لك أرباح التداول بتاعي في خلال ال6 شهور دول، ديت العملات اللي انا تداولت فيها، وظاهر لك فيها انا كسبت قد ايه وشاري بمتوسط اسعار كام. وبفضل الله انا قدرت ان انا احول $200 ل $345 او $350 زي ما انت ما شايف قدامك كده، بمعدل ربح من 50 ل 60% زي ما قلت لك. طبعا زي ما قلت لك برضو التداول الفوري ده تداول حلال وبيحتمل المكسب والخساره، وراس مالك مش مضمون مثلا، عشان بس الناس اللي بتقول لك ان لو راس المال مضمون فده حرام، فلا، هنا ولا راس مال مضمون ولا اي حاجه، انت واحد بتشتري بضاعه وبتبيعها عادي جدا زي اي حاجه في الدنيا. المهم بس تبقى عارف المشروع اللي انت بتخش فيه قوته قد ايه، وتتابع الجروبات بتاعت التليجرام اللي بتنشر توصيات كويسه. وانا النهارده جايب لكم قنوات تليجرام مجانيه بتنشر توصيات ممتازه، والله العظيم القنوات ديت انا ولا اعرف عنها حاجه، ولا اعرف اصحابها، ولا اعرف هم مين، ولا قاعدين فين، ولا الكلام ده كله. فدوت مش اعلان ليهم خالص يا جماعه، انا ناشر القنوات ديت بهدف الافاده، لان القنوات ديت فعلا فادتني وانا استفدت من وراها. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ودي حاجه معروفه يا جماعه. فالناس ديت انا احب اقول لهم شكرا جزيلا، انا فعلا استفدت من وراكم. ولكن برضو انا احب اقول للجميع المتابعين ما تمشوش بصوره عمياء وراء الناس ديت، برضو انتوا لازم تدرسوا المواضيع اللي هم بينزلوها وتبحثوا عنها بنفسيكوا، وتفهموا ازاي بتتداول على العملات، وايه هي المؤشرات اللي تخليك تقول ان العمله ديت هتصعد، وايه هي المؤشرات اللي تخليك تقول ان العمله ديت هتنزل. لازم تكون دارس عمليه التداول كويس جدا، يعني ما تبقاش ماشي ورا التوصيات بصوره عمياء، لان انت لو مشيت بصوره عمياء هتاخد فيها وهتروح تنام وتغطيها. لا لا يا باولو ما انتش يا باولو. ممكن تبقى داخل ب $100 تلاقي ال $100 ديت تاني يوم او بعد يومين بقت $50 أو $60، ده لما يحصل هبوط حاد في الدوره الدمويه الخاصه بالماركت كاب. ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده. انا بحاول بس افرفش الدنيا يا جماعه، ولكن والله ده كلام حقيقي، انا بقول لكم الحقيقه من غير اي بقى رياء ولا كده. وفي نفس الوقت برضو زي ما حصل معايا، انا لقيت في خلال يومين ثلاثه يا جماعه لما البيتكوين رفع مره واحده، لقيت نفسي كسبان ال 50 60% دول، والتوصيات كلها اتحققت. ولكن دايما اعرف ان في بعد الصعود الكبير حاجه اسمها تصحيح. التصحيح دوت ده بيحصل دروب جامد كده في كل العملات، وبعد كده تبدا العملات تصعد مره ثانيه. وفي حاجه اسمها البول رين. البول رين ديت يا جماعه زيها زي صعود كامل للعملات، ولكن الصعود دوت ما بيبقاش مثلا 2% ولا 3% ولا حتى 5% ولا حتى 50%، ده بيبقى بال 200 وال 300%. طيب البول رين دوت بيجي امتى؟ والله ده بتبقى توقعات على حسب الناس المحللين، وملوش وقت محدد تماما. فممكن ناس تقول لك بعد سنه، ممكن تقول لك بعد سنتين، ممكن تقول لك على حسب المؤشرات الاقتصاديه الخاصه بامريكا وباقي الدول في العالم. وفي ناس كتير جدا بتقول اقاويل كتير، ولكن مفيش حد في العالم كله يعرف امتى البول رين دوت هيحصل، او امتى الوقت التاكيدي للموضوع. ليه؟ لان يا معلم البول رين دوت بيعتمد على الماركت كاب والسيوله اللي موجوده في العملات بتاعه البيتكوين والعملات البديله. فالسيوله ديت امتى هترفع مره واحده وبصوره كبيره دوت اللي محدش يعرفه. ولكن في دول كتير جدا بدات ان هي تتبنى البيتكوين والعملات الرقميه كعملات حقيقيه ورئيسيه تقدر ان هي تتعامل بيها بين المتاجر وبين البنوك وبعضها، فبالتالي دي حاجه بتعلي في سيوله العملات الرقميه البديله وسيوله العملات الرقميه بتاعه البيتكوين سيولة السوق كصورة عامة أصلا، فبالتالي دي بتزود فرصة إن البول رين يحصل مرة واحدة من بقية الناس، لأن أنت البول رين دوت عبارة إن السيولة بتنضخ بصورة كبيرة جدا في كل العملات. أتمنى أكون وضحت النقطة للجميع، أتمنى أكون فدت الجميع حتى ولو بمعلومة بسيطة. ما تنساناش باللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.